ومحلى الجلسة حداد ومحلى العيشة معاها نطير ونحلق في السلاح يا حبيب القلب محلاك انا ما كنتش قادره على هذه الحاله جون بو بلو واش بغيتي شي راجل مناسب ولا واسا سنتانتينا ماشي سهله كومبليكي مع راسك الراجل اللي تلاقاك في الزنقه تبقى تعرضي عليه في المدونه من عذره ما يهرى وشنو بغيتيني نعمل نخليه يدير اللي بغى باش المولى غدا يجيب لي الشريكه مو جو با بروبليم اجي الحبيبه ديالي جو سوي جونتي نو انا زوينه وظريفه ولا كومون بيان سور تينا سكاره غزاله كتحمق تبارك الله عليك غنقول لك واحد الحاجه بالحق ما تقولها حتى شي واحد على انا عمرني فضحت شي سر من سرارك وما تزيدش فيه وبيجي غير انا كاشي يا شوفو كان مشيت عند لبسي بسي بسيكياتر ايوا اش غادي نقول عند واحد فوتاي تمديت فيه دار لي الموسيقى قلت له عندي المشكل باش نجبر الراجل واش قال لك؟ ما قال لي شيء اشكون؟ عطاني الدوايات والدواء الاحمر علاش؟ ما نعرف وخلاص يا سوسن ماشي انت بوحدك اللي بايرة بايغه بغيت نقول ماشي انت بوحدك اللي ما مزوجاش هكا ديال البنات انا عاد عملت واحد الريبورتاج وخديت كل بنت بنت وسولتها قال لك اودي الرجاله ما بقاوش وهذا الشيء حرام ماشي معقول واش الناس تعاني من المجاعه وحنا خصنا نزيدوا من حاجياتنا في تزويد البنات بالرجال كيفاش هذا الشيء ايماجين توا كاينه اربعه البنات لواحد الراجل حتى وهني لا وحبيبي انت كامر ايه هذا هو الفالي انا غير دزت قلت لك ما تكون محتاجه لشي حاجه ولا شي حاجه صافي جبرت الحال غادي نقول بابا يشري لي الراجل وصافي دي بابا ماما انا قهرت نكذب عليك وصافي جلس وسكت شدوا شكون اسم ديك مولا شكون انت مريضه لا ماشي انا سوسن مشيت عند طبيب نفساني وكتب لها على راجل في لوردونونس سي با بوسيبل مي راكونت موا قولي لي عاودي لي انا نطيح عليك رخصه نعمل بسيكومونوباط بسيكولوج بسيكولوج مايم طبيب ديال الحماق وصافي اتونسيون شوفي راه تبقي هكا حتى شي نهار شي طبيب يكتب لك على علاش على شي راجل مصدي اكثر منك مي دابا علاش كتبكي علاش كتبكي علاش علاش ها باغي راجل بغيته فين هو ها هو وبوك وسوينا ربي الشعر لي شفيلو الفيس بريس ملي ديرو ماروك وحنين وقعدت على راسي ونعجبك مزيان فهمتيني وجوستومون إلا لقيتيني كندبر على شي بنت اللي تعاوني في الزمان واخا بنادم ما يعول عليك كاع فهمتي ولكن البركة بابا هياك وفين غنسكنو وباش غنعيشو كومون صافي غنسكنو مي بابا يموغ شو مالك أبونا شنو بغيتي أنا نجوج مع الشومار عرفتي سوسن البروبليم ديالك انتيا هو باغية جوج حوايج ألف داكشي باش الطباق يكتبوا لك كاع ديمي داك مون كولو شوفي نقول لك راه ما يمكنش باغي راجل بوغوس وفلوس وانت واصل فايتة 21 عام سي با بوسيبل اكزاجير سي با لوجيك سي با نورمال شتي سوسن انا عندي لك الحل واشنو انت دابا راه صاحب اختي مونا زعما خصني نعاونك فهمتي على واحد 200 درهم خليل حشومه وخلاص منى خليل بحال خاي الصغير هاك خلاص انت فخير زيدون عييت ما نمشي للعراسات مع ماما فما كينوضوا العروسه كيجلسوني بلاصتها ولا زعما ولا زعما اللي كيجلس بلاصه العروسه كيتزوج وكان غير بشي فايده ما خلينا قريز يجلس كل شيء والو ها انا حقيقة والله بقيتي فيا فهمتك الحبيبة ديالي شي 30 عام هادي وانتي كتقرصي وانتي كتجلسي في بلاصة العرايس وانتي كتلبسي في صبابطهم وكيجروا عليك رجليهم وبزاف كثر من الخدمة هادي 30 عام القريص خصك تمشي للإنصاف والمصالحة أنا ما فهمت والو فهاد صاحبتك سوسن والله دابا قولي لي دابا انتي مين وصلت لهاد الحالة هادي وصلت الحالة خوديني وتهنى وصافي هذاكشي اللي بقى لي في الحساب هادي ما عجباتش واخا سمعيني مزيان شتي انت اش خاصك خاصك تفقيه سوسي حيد عليك الطين وسلط عليك الجواد وسرح عليك الطريق لكن القضيه فيها شي شويه ديال الكوميسيون فهمتيني وطلع عباط الترونسبور مزيانه مزيانه فهمتي ما كاين مشكل في هذا الشيء انا قابله يلا قابله اه سمعتهاش قالت يلا ونوضي حيلي لك مني جيبو داك الطالون وداك الشيء تستري شويه فهمتيني لبستي شي جلابه وديري راسك شي زفت تستري بلا ويلي يلا
واخا اجي نشوف الفال ديالك اش قال. نودي زوجي ولدك نودي زوجي وين وين ايوا قال الفال ما فعل صافا با ما تقش راجلي.